يوم وقف جلادستون وزير المستعمرات البريطاني في مجلس العموم البريطاني وهو يمسك القرآن بيده ويقول: لن تكون أوروبا في أمان، ولن تستطيع أن تسيطر على مقدرات الشرق العربي والإسلامي إلا إذا قضت على هذا الكتاب في حياتهم، قضت على القرآن الكريم، على القرآن أيها الأحبة. يقول وزير المستعمرات الفرنسية في الجزائر بعد أن طلب بعد 100 عام من احتلال فرنسا للجزائر، طلب إلى فرنسا، قالوا له: ماذا تقترح؟ 100 عام ولم نخمد لهيب الثورة المسلمة في الجزائر، قتلنا منهم 100,000، وصارت إعداد الشهداء في الجزائر 2 مليون حسب علمكم، لماذا لا تنجح فرنسا في أن يستقر وضع الجزائر لها؟ سياسة الأرض المحروقة، الإعدامات، التهجير، الاعتقالات العشوائية، سياسة التغريب والفرنسة، لماذا؟ فقال: أمران، طالما هما في حياتهم فلا نجاح لكم في الجزائر، بعد 100 سنة تجربة. قالوا: وما هما؟ قال: أن تبعدوا القرآن عن حياتهم وأن تقتلعوا اللسان العربي من أفواههم. إذا أبعدتم القرآن العربي عن حياتهم وقلعتم اللسان العربي من أفواههم فإنكم حينئذ أنتم على خير. صموئيل زويمر يقول في كتابه الغارة على العالم الإسلامي بالحرف، يقول: إن العالم الغربي يجب أن يقوم بمهمة مقدسة في العالم الإسلامي ذات شقين اثنين، الشق الأول عملية هدم، والشق الثاني عملية بناء. أما الشق الأول عملية الهدم فيجب علينا أن نهدم إسلام المسلمين، وأن نهدم لسانهم العربي، وأن نهدم أواصر الوحدة واللقاء فيما بينهم، ولو أن ندفعهم إلى الإلحاد أو نجعلهم فريسة للملحدين. مكان الغرب ضد روسيا الشيوعية، معلش أن يكون العالم الإسلامي والشعوب الإسلامية أن تكون فريسة جاهزة ولو للملحدين الذين هم أعداؤهم، فقط أن يتخلصوا من المسلمين والعرب. هذه عملية الهدم لديهم. أما عملية البناء فاسمع، اسمع إلى هذا الحقد، ومن أراد فليرجع إلى كتاب الغارة على العالم الإسلامي، وله نسخ مترجمة موجودة في الأسواق. صموئيل زويمر يقول: أما عملية البناء فعلينا أن ننقل المسلم تدريجياً إلى أن يتقبل روح الحضارة الغربية، روح الحضارة الغربية، ونبدأ بإقصائه تدريجياً عن محمد وكتابه أي القرآن. نبدأ أسألكم بالله، إذا جيت أنا وأنتم قعدتم الآن، أنا وأنتم، ومن 1907 من وقت ما قررت هذه بنود التآمر إلى الآن، نجحوا أم لم ينجحوا؟ أين القرآن في حياتنا؟ نفرح نحن في النسخ والطباعات والألوان، تماماً نسخ كثيرة، لكن أين هو في حياتنا؟ أين قرآن الوحدة في حياتنا؟ أين قرآن الاعتصام؟ أين قرآن وأن أمتكم هذه أمة واحدة؟ أين واعتصموا بحبل الله جميعا؟ أين ولا تنازعوا فتفشلوا ريحكم؟ أين؟ 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 أين دعوة القرآن إلى عدم التثاقل؟ ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل؟ أين روح القرآن؟ أين سر القرآن؟ أين إعصار القرآن؟ أين هدير القرآن؟ أين بركان القرآن؟ أين زلازل القرآن؟ أسلافنا ملكوا نسخة واحدة كتبت بحبر على الرقاع وعلى الجلود، نسخة واحدة فتحوا بها العالم ودانت لهم القارات وأزالوا بها ممالك الطغيان والكفر. لم يتركوا قيصراً ولا كسرى، لم يتركوا روما ولا فارس، ونالوا حريتهم واستقلالهم، وبسطوا بساط النور للعالم، وأنقذوا الإنسانية من همجيتها واستعبادها وذلها، وأوصلوها إلى قمة الكرامة، قمة العدالة، قمة الرحمة، وصنعوا لنا تاريخا مزهرا مشرقا منورا وعزا مجيدا وركنا مشيدا. ونحن ملايين في كل بيت من بيوتنا عدد من نسخ القرآن. أبعدوا القرآن أم لم يبعدوه؟ أقصوا القرآن، حولوه لكي يقرأ على الأموات، وهو جاء لكي يحيي الأموات، أو من كان ميتا فأحييناه، بإجماع أهل التفسير أنه أحييناه من الكفر إلى الإيمان بالقرآن. أو من كان ميتا
فأحييناه وجعلنا له نورا نور القرآن يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أين القرآن؟ يتلى على الأموات في الجنائز ويردد للتهاويل وكسب الأجر والثواب، أما هو في حياة شيبنا وشبابنا، في أسرنا، في مصانعنا، في شوارعنا. أين كتاب الله يا سادة؟ أضعنا الطريق، أضعنا الأثر، أضعنا الدروس، أضعنا العبر، أضعنا الكتاب، أضعنا الفكر، أضعنا شريعة خير البشر. أين؟ أين؟ النور في فرقانهم لكنهم لا يبصرون، بل يبصرون فيغمضون، ويعرفون فيحرفون، والمؤمنون النائمون متى يستيقظون.